انا جيت. هنعمل بقى دلوقتي بودنج البسكوت بالشوكولاته. في بسكوت حلو مدور كده كلنا عارفينه وبنحبه جدا. الوصفه دي ان شاء الله هعملها بيه، ظريفه جدا هتعجبكم قوي ان شاء الله. بصوا يا شباب، انا معايا 8 قطع تقريبا او ممكن اكتر شويه من البسكوت المدور ده بالشوكولاته، او في منه اللي هو بالكريمه البيضاء، يعني زي ما انتم عايزين يكون مطحون. هتطحنيه في الكبه تمام، وهنحط عليه معلقتين كبار من الزبده علشان ايه، يعني نخليهم كده يختلطوا مع بعض. الزبده طبعا تكون سايحه زي ما بنعمل طبقه التشيز كيك كده مثلا تمام. معايا كمان معلقتين كبار بقى من النشا، ده بقى البودنج اللي احنا هنعمله. معايا نص كوبايه ميه، معايا كوبايه لبن، معلقه كبيره من السكر، ومعايا كمان ربع كوبايه من الشوكولاته البيضة المجروشه او المبشوره او المتكسره بالسكينه، اي حاجه تمام. ده البودنج. ومعايا بقى كمان ايه، نص كوبايه من الشوكولاته البني العاديه المجروشه او مبشوره برده او متكسره، يعني اي حاجه نص كوبايه. ومعاها برده قصادها نص كوبايه من كريمه الخفق للحلويات، والاثنين دول مع بعض كده هنعمل بيهم صوص شوكولاته هنحطه على البودنج من فوق. وكمان هحتاج من نفس البسكوت اللي احنا طحنا منه شويه ده كام واحده سليمه كده عشان نحطهم على الوش. هقول لكم ازاي دلوقتي ان شاء الله. الوصفه ظريفه جدا تعجبكم ان شاء الله. عايز اجيب بس الزبده من المايكرويف، ابص على المسقعه علشان المسقعه ايه، يا مسقعه يا خطيره ريحتها فظيعه. خلاص انا هنطفي عليها علشان ايه نطلعها بعد شويه. وهنا الزبده خلاص ساحب اهو. هعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب وليكن هذه البوله مثلا، ونحط البسكوت المطحون ده. ممكن يعني تخليه مش مطحون قوي، يبقى مدشدش كده شويه، بس هو لو مطحون قوي يعني يبقى افضل، وزي ما انتم عايزين على مزاجكم. هو كده ايه مطحون بالفود بروسيسور بالكبه. هحط له بقى الزبده كده، زبده تكون سايحه، وايه اخلطه كده. بس هو طبعا ما بيبقاش محتاج اضافه سكر عليه ولا حاجه، لان هو اوريدي بيبقى مسكر، والكريمه اللي محشيه جواه سواء اذا كانت كريمه شوكولاته او كريمه فانيليا بتبقى اصلا سكرها مظبوط كده. دي كده كميه ظريفه جدا. بس ايه، هغير الجلوفزات دي عشان ما لطخش الكوبايات اللي انا هعمل فيها. برضو وصفه ظريفه جدا، وانت رايقه كده تقومي تعمليها وتحطيها في الثلاجه شويه على بقى المغرب كده ولا حاجه، وانت بتتفرجي على الفيلم العربي او المسلسل تطلعي لك واحده، الولاد كل واحد ياخد له كوبايه، هتبقى ظريفه جدا طعمها حلو ولذيذه، كاننا خرجنا اكلنا حاجه حلوه بره. انا مع ايه، معايا الكوبايات اللي هي البلاستيك دي. طبعا انت ممكن تعمليها في كوبايات الازاز اللي عندك في البيت، يعني زي ما انت عايزه. دي كوبايات بلاستيك كده بتتباع اهو، عايزه اجيبهم هنا على القرمه كده. ادي 2 3 4، تعالوا نعمل 4 ونجيب معلقه واحط بقى ايه البسكوت المطحون اللي احنا حطينا عليه الزبده تحت هنا كده. ممكن كمان تعمليها في اطباق في بولات، يعني لو عايزه بولز كده صغيره من البلاستيك او من الازاز برده مفيش مشكله، يعني الاناء اللي انت عايزه تحطي فيه مش هيفرق، زي ما انت عايزه. كده تقريبا كلهم قد بعض صح؟ بالمعلقه كده هدخلهم بس الفريزر دقيقتين عقبال ما نخلص البودنج، بعد ما كده ايه يعني سويتهم بالمعلقه حاجه خفيفه. عايزه اشيل البوله دي كمان ورا هنا، هاخدهم كده ايه مع بعض احطهم بس في الفريزر لغايه ما نعمل البودنج عشان يبقوا ماسكين نفسهم حبه. كده اهو نيجي بقى ايه للبودنج ونطلع الويسك ده. وطبعا على البارد عايزين نخلط اللبن والميه والنشا. يا
تمام. انا خلاص يا استاذ احمد طفيت على المسقعه من زمان. شكرا يا استاذ احمد، فكرني بعد 10 دقايق. متشكرين جدا. انا افتكرت لوحدي. هنحط ايه؟ اللبن، وهنحط الميه، نجيب معلقه علشان النشا، نحط معلقتين كبار من النشا، وكمان السكر، نقلبهم كده كويس. لازم الاول نعمل الحركه دي كده على البارد علشان النشا ما يكلكعش كده اهو. وهروح بقى على النار كده اهو. وهقلب لغايه لما يتقل معايا. بس هو اول ما يسخن شويه كده هقوم حاطه الشوكولاته البيضاء المجروشه، هتعمل طعم حلو جدا للبودنج. واحنا حطينا شوكولاته بيضاء طبعا علشان ما تغيرش من لون اللون الابيض يعني. ممكن بقى في الكسرولة التانية دي نعمل صوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة عبارة عن ايه؟ نص كوباية من كريمة الخفق للحلويات هحطها هنا كده. اول ما تسخن هقوم حطلها الشوكولاتة المجروشة. بص البودنج اهو كده بيبتدي يتقل، هحطله بقى الشوكولاتة البيضة. ونقلب بقى ايه كويس لغاية لما الشوكولاتة البيضة تسيح كده، يبقى جاهز وتمام كده اهو. بس كده سوق البودنج خلاص خلص. بصوا ما خدش ثواني، هرفعه من على النار عشان ما يتقلش اكتر من كده. هشيل البولات دي كلها ورا عشان افضي مكان. ممكن نجيب بقى الكريمه دي هنا جنبي كده. بصوا بقى ايه، تقل وبقى ظريف جدا. عايزين بقى ايه، نجيب سباتشولا كده جنبي برضو، واروح بقى اجيب الكوبايات من الثلاجه او من الفريزر يعني، حطيتها في الفريزر عشان تبقى اسرع كده اهو. ممكن انتوا بقى تسيبوها شويه اكتر، وناخد بقى شويه من البودنج ده الظريف نحط فوق البسكوت كده اهو. انا هشوف بقى ايه يعني كميه البودنج دي هتكفي معايا كام واحده من الكوبايات، عشان ممكن ما تكفيش الاربعه. فهنا كده جنبي ممكن بقى ايه نحط، نخليهم تلاتة خلاص كده اهو. طبعا عايزة تعملي بقى اكتر من كده بكتير، مثلا عدد كبير من الناس، ابقي ايه زودي المقادير كده. دي بقى عايزة ممكن نحط لها شوية بسكوت تاني كده في النص علشان ايه نعمل لها ارتفاع كده. ممكن يكون برضو بسكوت بالزبدة او بسكوت عادي. طبعا هنا الكريمة سخنت اهي، هشيلها على طول من على النار، الكريمة كريمة الخفق للحلويات، واقوم حط عليها الشوكولاتة البني. نشوف بقى ايه الاسباتيولا الظريفة دي، ونقلب علشان الشوكولاتة تسيح وتعمل لنا صوص شوكولاتة ظريف كده اهو. احنا عايزينه بس ايه يهدى شوية. عايزه تزودي الشوكولاته عن كده اكتر براحتك كده اهو.
نرجع بقى للبودنج تاني، حط كده طبقة من البسكوت المطحون الظريف ده كده، كده اهو. هو بقى بيتحط في التلاجة قبل ما بيتاكل، خلي بالك عشان يبقى ايه، يبقى ساقع كده وظريف. طبعا صوص الشوكولاته ده سخن جدا، والشوكولاته البني اللي احنا حاطينها برضو لونها فاتح شويه، ممكن فيه الاغمق من كده، هتديكي صوص لونه اغمق. تمام، ممكن نحط بقى ايه فوق كل كوبايه كده شويه. كده بس، والبسكوت بقى الظريف نحط كده ايه منه على الوش، ممكن كلها او نصها، بس انا ايه هنخليها كده نصها كده اهو. ومعانا كمان بقى ايه صوص شوكولاته جاهز تاني، بيبقى لونه اغمق شويه، ممكن ايه نعمل كده عليها من فوق بس كده، يدخل التلاجة بيبقى فظيع. عايزين بس ايه نحطه في طبق كده، وليكن هذا الطبق مثلا نحطه هنا. جربوها هيعجبكم جدا ان شاء الله، هيبقى ظريف. هنا وشفا ياسمين ليكي واحدة، لا تقلقي. كده اهو